عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم عن برج الحوت لشهر يونيو وشهر 6. يا رب يعود عليكم الايام بالخير بالهنا والفرحه والسعاده وراحه البال لقلبكم ولحياتكم باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكثروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. وطبعا ندخل على الفيديو بالطاقه الايجابيه ونركن الطاقه السلبيه على جنب، ونشوف الفيديو هيدينا اخبار ايه، ونشوف الفنجان بتاعنا الطلع بتاعه ايه، وان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظنكم. طبعا الفيديو لو عجبكم اضغطوا لي لايك، واضغطوا لي واكتبوا لي تعليق جميل كده زيكم، ولو الفيديو ما عجبكمش ما تكتبوليش اي حاجه عشان انا ما استاهلش منكم الدعم. زي ما انا بحاول ان انا افرحكم واديكم اخبار حلوه باذن الله، واديكم كلام جميل يريح بالكم ويريح حياتكم. بس ان شاء الله باذن الله عندكم حاجات كتيره جدا يا مهمومين يا برج الحوت، يا اللي دايما حزانه وعندكم الحظ قليل. بسم الله ما شاء الله. برج الحوت، برج الحوت مهموم وطيبة قلبه مودياه في 60,000 داهية. طيبة قلب برج الحوت بتوقعه دايما في مشاكل ودايما بتخلي حياته مهمومة. بص يا برج الحوت، حاول تهدى وتهدي اعصابك وبلاش المشاكل، وبلاش تسأل نفسك انا في ايه، في حاجة قلقاك وحاجة محيراك وحاجة تعبك وعملك توتر، في موضوع مهم مش عارف تاخد فيه قرار ابدا، في موضوع مهم مش عارف تاخد فيه قرار لدرجة ان انت محتار ومش عارف تعمل ايه، وحاطط ايدك على خدك وبتقول يا رب انا المفروض اعمل ايه. لا، عايز اقولك ان شهر يونيو هيخليك تاخد قرار الصح، هيخليك تاخد القرار الصح علشان هيدخلك لبداية جديدة، هيدخلك لبداية جديدة. البداية دي هتكون من نصيبك. الفترة اللي جاية يا برج الحوت دي هتديك انطلاقة حلوة، هتديك فرحة في أرض بيتك حلوة. انت دايما من الأشخاص الطيبين، دايما بتحب تفعل الخير، دايما عايز راحة البال، في حاجة جواك بتخليك تجاهد وتعافر وتتعب عشان توصل إلى هدفك. بس أنا شايفة ان انت دايما عندك حيرة، دايما عندك حيرة، دايما عندك توتر، خايف من حياتك، خايف على خايف من المستقبل. او انت يا برج الحوت رغم ان انت سايبها على الله بس خايف من المستقبل. بص يا برج الحوت، اللي جاي على قد اللي رايح. الماديات عندك صفر، انت الماديات عندك صفر، الماديات اللي جاي على قد اللي رايح. بتحاول تشتغل في كذا مجال، بتحاول تفكر حتى لو اي حاجة، المهم تدخل لك رزق وتدخل لك زيادة في الماديات عشان الماديات عندك بايظة وصفر. بص بقى، انت مقدم على وظيفة جديدة، مستني توقيع ورق سفر، عندك دخول محكمة، كل الحاجات دي هتتحقق بإذن الله بفضل ربنا. شايفة ان عندك دخول محكمة بالخير، وعندك كمان توقيع ورقة ومش هتتردد في توقيعه أبدا. بس في حاجة محيراك، في حاجة بتخليك ترجع كده عن حياتك، في حاجة عندلك تبطل في تبطيل في الحال. ايه الحاجة اللي موتراك يا برج الحوت وبتسأل نفسك هو انا فيا ايه، انا فيا ايه، انا ليه كده؟ انت ذات نفسك عندك علامات استفهام على حياتك ومش عارف تعمل ايه. عندك حد تعبان يا برج الحوت وبتدعي له بالشفاء، وحد مظلوم وبتقول يا رب ده مظلوم، يعني عندك حد مظلوم، حد تعبان بتحاول تدعي له وتقول يا ربنا يشفيه. شايفة كمان يا برج الحوت ايه الحاجة اللي انت مقلقاك وعايز تغيرها في حياتك؟ عندك حاجة عايز تغيرها الان، عايز تغيرها في حياتك، الله اعلم. عايز تغير بيتك، تعزل من البيت اللي انت فيه، مش مرتاح في ارض بيتك، عايز تمشي من المكان اللي انت فيه. شايفة ان عندك نجاح باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بص يا برج الحوت، كمان عندك رسالة هتجيلك من حد، رسالة حلوة هتجيلك من حد، ومكالمة تليفون كمان هيكون فيها اعتذار، مكالمة تليفون هيكون فيها اعتذار ورسالة حلوة جدا من حد انت ما كنتش متوقع ان هو ممكن يبعت لك الرسالة دي. عندك مشروع غامض او موضوع غامض، مشروع غامض او حاجة غامضة، ربنا هيكرمك وهينور لك طريقة وهيخليك تكتشف كل حاجة وتقف على أرض صلبة، وهتقف على أرض صلبة وهتاخد القرار اللي انت ليك فترة مش عارف تاخده، هتاخد القرار ده. خليك زي ما انت
بتعافر وهتعافر، خليك زي ما انت بتعافر عشان تقدر تاخد القرار صح، زي ما انت مكمل وهتكمل بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. ربك هيسهل لك أمرك، هيسهل لك أمرك وهيكرمك من واسع بإذن الله. طيب في علاقة عاطفية تالتة، علاقة عاطفية تالتة، برج الحوت، انت عندك طرف تالت في العلاقة العاطفية او انت في علاقة تالتة يا برج الحوت، حاول تطلع منها علشان ما تخسرش شريك حياتك، حاول تطلع منها علشان ما تخسرش شريك حياتك وتخسر اولادك وتخسر حياتك. بص يا برج الجدي كمان، يا برج الحوت كمان، حاول تهدي اعصابك، حاول تهدي اعصابك عشان انا شايفه ان التوتر الايام اللي جايه مش من صالحك، التوتر مش من صالحك، والمواجهه اللي انت هتدخل فيها برضو هتكون مش من صالحك. بلاش تحلف اليمين، بلاش تحلف اليمين علشان خاطر المواجهه دي مش هتكون من صالحك، حاول تهدى وتهدى اعصابك علشان ما تاخدش قرار خطا تندم عليه بعدين، تندم عليه بعدين. في حاجه انت عملتها قبل كده وندمان عليها والندم لحد الان، كل ما بتفكر ضميرك ضميرك كده بيأنبك يا برج الحوت، في حاجة انت عملتها والله اعلم، حاجة كده لحد الان كل ما بتفتكرها بتزعل وتقول يا ريتني لما كنت عملتها. ماشي في طريق وبتقول يا هل ترى الطريق ده صح ولا غلط، ماشي في طريق وبتقول يا هل ترى الطريق ده صح ولا غلط، ومستني اشارة من ربنا تقول لك الطريق ده صح ولا غلط. حاول تفكر صح، حاول تفكر صح. شايفة كمان انه في ناس خبيثة كتير، ناس خبيثة كتير في حياتك يا برج الحوت، ناس عايزالك الشر مش زي ما انت فاكر، ناس مش كويسة خالص. برج الحوت انت مش لاقي راحتك مع الشريك وعشان كده دورت على الطرف التاني، انت مش لاقي راحتك مع الشريك رغم ان الشريك بيحبك، رغم ان الشريك بيحبك بس في مشاكل كتير، في مشاكل كتير عامله لك توتر وعامله لك حيره وعامله لك كذا حاجه مضايقاك. بس احب اطمنك ان انت هيكون عندك خبر حلو، الخبر ده هيخليك توزن امورك كويس وتعرف تتصرف وتعرف تتعامل. الفتره اللي جايه دي هتغير تفكيرك، هتغير حياتك، هتعزل، هتغير، هتعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة عن حياتك اللي فاتت. في موضوع مهم هتاخد فيه قرار برضو، في موضوع مهم هتاخد فيه قرار برضو. شايفة انه في حد هيصلحك، حد هيصلحك انت غلطت فيه قبل كده او هو غلط فيك، شايفة انه هو هيصلحك وهتصلحوا بعض. الدخول المحكمة دي بالخير ليك. اعدائك دايما حواليك يا برج الحوت، انت دايما اعدائك حواليك، اعدائك دايما مقربين منك، يعني منك فيكم. بص يا برج الحوت، انت في بينك وبين الشريك انفار، نفرين بعض، مش طايقين بعض، مش عايزين تكملوا عشان في طرف تالتة داخلة في العلاقة، انت في مشاكل. نصيحتي ليك يا برج الحوت، جدد فرش بيتك، جدد بيتك، في حد رشش لك حاجة ببيتك بتبطيل الحال والهم والحزن لدرجة ان انت مش عارف تفرح ولا عارف تدخل الفرحة في ارض بيتك ازاي، ودايما مهموم حزين، دايما مهموم حزين. هيبقى عندك تغيرات في بيتك، حاول تغير التغيرات، حاول تدخل التغيرات دي، تغير حياتك، تغير بيتك، تغير تصرفاتك، تغير طريقة تفكيرك، حاول تكسب الشريك، وبلاش العلاقة التالتة عشان بتكون اخرتها مش كويسة خالص. ترى العلاقة التالتة بتكون اخرتها مش كويسة. انتوا عندكم تحقيق هدف او تحقيق حلم طال انتظاره الفترة دي، انتوا ناويين تغيروا حاجات كتيرة جدا في حياتكم، البعض منكم شغال على نفسه، البعض منكم عنده طاقات عمال يجدد فيها،
أول حاجة أنت مش راضي عن اللي بيحصل في حياتك، عندك أشخاص بيتدخلوا في خصوصياتك وده بيدل إن أنت مازال حزين، بس عندك طاقة إيجابية وعندك فرق في حياتك العاطفية. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة أنت عندك العصفورة، رمز العصفورة ده بيدل إن أنت عندك خبر أو مستني. العصفورة انتظار أو رسالة جاية لك، الله أعلم أنت مستني رسالة من مين، بس في رسالة جاية لك من حد طال انتظار أو الرسالة بعيدة عنك. كمان أنت هنا عندك حياة واقفة، حياتك واقفة بسبب الضغوط اللي عندك، عندك كذا ضغط في كذا حاجة في حياتك، فأنت قررت أن أنت تشتغل على نفسك وتعافر وتعمل حاجات جديدة، وبالفعل عندك نجاح. طبعا أنت هنا عندك خوف، عندك شوية خوف من شوية مواضيع مضايقاك، في نفس الوقت انت عندك هنا طاقة تانية مختلفة خالص على جميع الأصعد عندك. الأفعى اللي عندك دي بتدل على لإما عدو لإما سحر، الأفعى دايما بتدل على الأعداء والسحر اللي بيتجدد على طول. كمان انتوا خايفين، مفيش استقرار عندكم، بالعكس انتوا عندكم طاقة، بس البومة مازالت موجودة في حياتكم ومازالت أزياكم. البومة قاعدة، البومة دي ست خبيثة، ست بوشين مش حابة لكم الخير ولا حابة ان انتوا تكونوا عندكم طاقة إيجابية. كمان انت هنا في سؤال، السؤال ده حطه ببالك وهتفهمه الفترة دي، انتوا قلقانين من بعض الأشخاص اللي في حياتكم، قلقانين من بعض الناس المزيفة اللي عمالة تأذي فيكم، الأفعى مازالت موجودة وعمالة تجري وراكم. انت هنا بتفكروا تعزلوا، بتفكروا تنقلوا، بتفكروا تعمل حاجة جديدة مختلفة. دايما حرف الام بيظهر لكم، وقرف حرف الام ده ممكن يدل على كذا حاجة، ممكن يكون شخص في حياتكم او حرف الام ده ممكن يكون حاجه جديده عايزين تفعلوها. كمان انتوا عندكم رزق، والرزق ده طال انتظار، وانتوا دايما بتحلموا باسماك او بحاجات كتيره جدا في حياتكم، فما تقلقوش خالص. عندك شجره، والشجره دي هتطرح عليك تفاح، التفاح ده انت اللي زرعته او انت اللي تعبت فيه. عندك نجاح في دراسه او حصول على حاجه تخص شهاده او تخص ورق. انا مش عايزه لك القلق، انت دايما من كل الاشخاص اللي حواليك عندك مصدر للحسد الشديد، فلازم تحصن نفسك اول باول، ولازم يكون عندك ثقه. عندك اسم محمد واسم محمود واسم علي واسم يوسف، الاسامي دي موجوده في حياتك، واسم احمد بينك وما بينهم كلام او شغل او ارتباط، خلي بالك من النقطه دي. عندك كمان حد هيساعدك، الحد اللي هيساعدك ده كبير في السن، هيقف معاك وهيعمل لك كل اللي انت محتاجه، وهيبقى عندك مصدر حلو جدا بإذن الله. عندكم خبر حمل او طاقة حمل او امور تخص الاطفال، تخص او انتوا بتفكروا تجيبوا اطفال تاني، او بقالكم مدة عمالين تكشفوا عند الدكاترة علشان خاطر مستنيين اطفال. كمان انت هنا عندك صديق، عندك صديق بيخدع فيك، صديق عمال يتكلم عليك او بيجيب في سيرتك. البعض منكم عنده طريق ماشي فيه، والطريق ده حاسس ان هو ضلمه، اخر الطريق ده فرج وطاقه ايجابيه، اخر الطريق فرج ليك وطاقه ايجابيه. عندك كمان شويه ناس بيزوك في حياتك من وراء ظهرك، انت عندك راحه نفسيه الفتره اللي جايه، وعندك خروجه حلوه جدا هتكون مبسوط جدا بيها وهتكون متالق. بسم الله ما شاء الله عليك. الخبر اللي انت مستنيه هيجي لك خلال 10 ايام، او هتسمع حاجة بخصوصه الفترة اللي جاية. انت دايما بتبذل اقصى مجهود ان انت تكون شخص متألق. بصوا هنا، انت عندكم ممكن يكون شوية مشاكل او شوية مواجهات بينكم وما بين الشريك، شوية عراقيل بينك وما بين الشريك، في امور مش واضحة بينك وما بين الشريك بتحاول توضحها، في امور عندك بتحاول ان انت تحسن من الضغوط اللي انت فيها. في كمان شخص عايز يطلب منك السماح، بس انت مش صافي ناحيته علشان اتخذلت منه وجالك طاقة السلبية، وكمان اتخذلت منه اكتر من مرة، فمش عايز تتكلم معاه ولا تتعامل معاه. فالفترة اللي جاية هتكون هي فترتك ان انت تثبت وجودك في حاجات كتيرة جدا.
دايما بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي يظلمني ويجي عليا واللي يكسر بخاطري رغم ان انا طيب جدا. انت اتظلمت اكتر من مرة في ناس كتيرة جدا في حياتك، اقرب الناس ليك المخادعين والمزيفين اللي كانوا بيغدروا بيك وكانوا دايما بياكلوا في دمك ولحمك، بس انت عندك صلح مع اهل او مع ناس مقربة. البعض منكم عنده لم شمل مع ناس بعيدة عنه، او هو مستني ناس بعيدة عنه. انت من كل النواحي في ضغوط عليك، بس الفترة اللي جاية في تحسين في حالتك النفسية وهيبقى في توفيق حلو قوي ليك. كمان انت هنا عندك ضيق وخنقة في صدرك، مش عارف تاخد نفسك ولا عارف تعمل اي حاجة، وكاره الحياة كلها وداخل في طاقة سلبية رغم ان عندك انفراجة حلوة. انت قلبك عندك انفراجة، كنت انت في علاقة والعلاقة دي كانت سامة وكانت تعباك او كانت ازياك بمعنى اصح، فانت بعدت عنها وخرجتها بره حياتك علشان لقيت العلاقة دي تعبتك او خذلتك، او بمعنى اصح انت دايما كنت بتضحي من اجلهم وما خدتش اي حاجة او ما استفدتش منهم اي حاجة، ما استفدتش غير الخذلان وغير الطاقات السلبية. رغم ان انتوا اذكياء ورغم ان انتوا شاطرين جدا في نجاحكم وما شاء الله عليكم من الاشخاص اللي هي طول ما حطت حاجة في دماغها مفيش حاجة اسمها استغنى عنها او اسيبها او ابعد عنها، بالعكس عندكم هدفكم وشغلكم نمبر ون في حياتكم، شغلكم هو سعادتكم، هو انتصاركم، هو طريقكم للخير. فشغلكم طول ما انتم متألقين وواثقين من نجاحكم كملوا من غير ما تترددوا ولا تخافوا. شوفوا انتم مستنيين ايه. البعض منكم هنا عنده ورق في محاكم، لاما ورق المحكمة ده ورق يدل براءته، ورق رجوع حقه، ورق انتصاره هو، لاما ورق سفر، ورق خروج من البلد، الله اعلم. انتم قدامكم خطوتين وهتوصلوا لطريق معين في بالكم او لهدف معين، الطريق ده مفتوح قدامكم، بس ابعدوا عن اي حد ممكن يأثر عليكم. انتوا اليومين دول عندكم صداع او عندكم خنقة، دماغكم وجعاكم، مش عايزين تقعدوا في البيت، في حاجات كارهينها، وزي ما قلت لكم الحسد هو كان السبب الرئيسي في اللي انتوا فيه. عندكم دوامة والدوامة دي بتجيلكم كل ما تفكروا في الماضي، فانا دايما اقول لكم ابعدوا عن الماضي، الماضي هو اللي مأثر عليكم او الضغوط اللي انتوا فيها. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم عندكم تحقيق امنية انتوا عايزين تحققوها بقالكم فترة، انتوا قلبكم هيدق من جديد وهيكون في راحة في موضوع او راحة في حاجة شغلة بالكم طال انتظارها. بسم الله كمان ما شاء الله عليك، انت هنا هتفكر في نفسك، مش هتكون اناني بس هتفكر في نفسك علشان خاطر انت تعبت، انت طول الوقت بتفكر في اللي حواليك ومحدش بيفكر فيك، فانت قررت تتغير، قررت تعمل حاجات جديدة، قررت ان انت تشتغل، قررت ان انت بسم الله ما شاء الله عليك تكون منور نفسك بنفسك. وزي ما قلت لك انت عندك طريق هيتفتح قدامك والطريق ده هيكون نور، بس انت بلاش التسرع علشان انت عندك تسرع، عندك ندم او زعل، انت زعلان على حد او ندمان على حد الله اعلم، بس في حاجة عندك مزعلاك وخنقاك. ممكن كمان عندك رحلة حلوة هتقضيها هتكون مبسوط. انت هنا عندك حد في شغلك عامل لك ضغوط وعامل لك اذى، بس انت عندك ترقية حلوة جدا، والخلاف اللي بينك وما بين الشريك ده يعني هتاخد قرار فيه. انت مشكلتك ان بينك وما بين الشريك عقربة بومة حية دايما مش حبالك علاقتك تكمل مع الشريك، فانت مش عايز تتعامل معهم، وعشان كده انت عندك اربع اشخاص دول عيونهم عليك وحاطينهم يعني هم دايما مركزين معاك، ممكن يكونوا من الجيران، ممكن يكونوا انت عارفهم، بس انا عايزاك تخلي بالك من صحتك علشان انت الصحة عندك تعبانة شوية، الصحة عندك فيها نزول، خلي بالك من الصحة، صحتك هي اساس حياتك. فانت الفترة دي لو انت مستني او عندك زيارة للطبيب او عايز تكشف، عايز تعمل حاجات جديدة تخص الطبيب، فامشي في طريق الطبيب وانت متأكد او انت واثق في نفسك، انت في حاجات عايز تعملها في حياتك، الناس اللي بصالك ورمي السهم عليك
دول ربك هيبعدهم عنك علشان هيحط عقبة قدامهم، والأيام اللي جاية هتكون هي أيامك بكل الطرق. وزي ما قلت لك، انت لو انت مستني لقاء فانت عندك لقاء كامل، بس ما تجيش على نفسك من اجل حد او تسعد نفسك من اجل حد. كمان انت هنا كنت في مشروع او دخلت في مشروع وحصل خسارة، خسرت وندمت ان انت دخلت في المشروع ده او الحاجة دي، بس مع بداية الايام اللي جاية هيكون في انفراجات في الماديات عندك. انت مش محتاج حاجة من حد ولا محتاج حد يقف جنبك، انت بس كل اللي انت محتاجه حد كده يطبطب عليك ويقول لك احنا جنبك واحنا حابين لك الحياة والراحة. بس انت خلي بالك، عندك أفعى بتاخد منك وما بتديكش اي حاجة، عندك كمان خروج من الهم بإذن الله بفضل ربنا، وهتاخد نفس عميق وهترمي ورا ظهرك كل الضغوط. انتوا مشكلتكم ان انتوا شايلين حمل على قلبكم، والحمل ده شايلينه بقالكم مدة كبيرة، وعشان كده الضغوط اللي انتوا فيها هي اللي مسببه لكم النفسية التعبانة. حصل عندكم اكتر من حاجة تعبتكم، دموعكم قريبة جدا على خدكم، وزي ما قلت لكم ده اكبر غلط، ان انتوا لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه. كمان انت لو طاقتك حاسسها خلصت عليك وعلى القرآن، هتجدد الطاقة بتاعتك، اسمع القرآن وحصن نفسك. انت بس مشكلتك ان انت خرجت ناس من حياتك كتيرة وما بقتش بتصدق حد، فقدت الامل في ناس كتيرة معينة، بس عندك تحسين في حالتك النفسية. كمان انت هنا حاسس بالوحدة وحاسس بالزهق وحاسس ان انت مش عايز تتكلم مع حد ولا حد يقف، يعني مش عايز تفتح اي مواضيع مع حد. عندك هنا كمان تغيير في بيتك او تغيير في نفسكم، هتغيروا ديكور، هتغيروا لون شعركم، هتغيروا حاجة في شكلكم، الله اعلم، بس انتوا ناويين تغيروا حاجات كتيرة في حياتكم، وعايزين تجددوا، عايزين تكونوا اشخاص مختلفة الفترة دي. الفترة اللي جاية دي هيكون في بركة في أيامكم في حياتكم. من البداية الفترة اللي جاية دي حرفيا هيكون إن شاء الله بإذن الله ذرية صالحة، خبر حلو. فترة بس انتوا عندكم شكوى من تأخير حاجة معينة، أو شكوى من أمور متعطلة عندكم. الفترة دي هتكون فيها انطلاقة جديدة، لأن في ناس ما زالت موجودة في حياتكم عمالة تفسد، ما زالت موجودة في حياتكم عمالة تأذي فيكم، وانتم من طيبة قلبكم رامين حاجات كتيرة جدا ورا ظهركم. فلازم الفترة اللي جاية دي حرفيا تخلوا بالكم من حاجات كتيرة جدا، لاني في امور متعطلة عندكم. كمان البعض منكم باله مشغول بامور عطلانة عنده، بيدعي ربنا، في حاجة عمالين ترددوها ببالكم، في حاجة عمالين تقولوا يا رب احنا محتاجينك اقف جنبنا، يا رب ساعدنا، كلام كتير جدا جوه قلبكم. عندكم وعد، والوعد ده في حياتكم ما بينكم ما بين حد، انتوا وعدين ربنا او وعدين بشر او حد وعدكم وخلف بالوعد بتاعه. في امور عندكم متعطلة، لكن باذن الله هيكون في جوهرة جوه قلبكم، لان انتوا في حاجة هتعملوها جديدة، اول مرة هتعملوها في حياتكم، والحاجة دي هتكون طاقة جديدة او هتكون امور جديدة او هتكون استقرار نفسي، لان انتوا شفتوا كتير جدا من امور متلخبطة معاكم في الدنيا، ما لقيتوش حنان من حد ولا عاطفة من حد ولا امور كانت تفرحكم من حد، وعشان كده البعض منكم حرفيا بدأ ياخد قرارات جديدة، بدأ يعمل حاجات جديدة، في أموال عندكم جديدة، في طاقات معينة جديدة، الله أعلم. بس البعض منكم عنده نفور هو وحد، في نفور بينكم وبين حد، كلام بينكم وبين حد، في نفور في العلاقة الزوجية، نفور في الحياة، في شوية مشاكل معطلين عندكم، او شوية امور حاسين ان هي اخدين من الطاقة بتاعتكم، شوية كلام كده بيحصلوا. بس الفترة اللي جاية دي انتوا هتفعلوا اشياء جديدة، لان طال انتظاركم وطالان الانتظار بتاعكم ده خير باذن الله، انتوا رامين همومكم على ربنا، بس في غشاوة على عينكم، ياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من كل حاجة قدامكم، وتتعاملوا يعني بتتعاملوا بطريقة مختلفة، لان بداية الايام اللي جاية هيكون في قضاء حاجة، والقضاء الحاجة دي انتوا مستنيينها من بدري، او بمعنى اصح طال انتظارها. بس في حد عندكم دايما بيخطئ، دايما بيفعل حاجة انتوا مش مريحاكم او مش عاجباكم،
او بمعنى اصح في امور عندكم مش جايه على هواكم. طيب مين اللي عندكم دايما واقف لكم كده زي اللقمه في الزور، واقف لكم مش راضي يخليكم تعملوا حاجه، مش راضي يخليكم تشوفوا حياتكم ماشيه ازاي، دايما بيقطمكم بالكلام السلبي، دايما بيأذي فيكم، دايما بيحرق دمكم، دايما بيتكلم كده بطريقه مش عاجباكم، فانتوا قررتوا ان انتوا تبعدوا عن الشخص ده وتمشوا خالص. فعشان كده عايزه اقول لكم ان انتوا الفتره اللي جايه دي هيكون في وعد، الوعد ده هيجي لكم من بره، يعني هيبقى فيه كلام وهيبقى فيه حد هيوفي بوعده، في طاقه جديده. بس انتوا الفتره دي في شويه لخبطه عندكم، في شويه امور متلخبطه مش ماشيه على هواكم، في انعكاسات لامر لسه ما اتقضاش عندكم، في اموال متاخره عليكم، في حد انتوا بتكرهوه ما بتحبوهوش ابدا، وكل نفسكم تقولوا له احنا بنكرهك، بس في حاجه بتمنعكم او لسانكم بتقولوا لا ما نتكلمش، بس في حد انتوا بتكرهوه اشد الكره. عندك تحقيق امنيه وعندك بدايه جديده باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، بس حاول تهدي اعصابك، حاول تهدي اعصابك، انت في نار نار متشعله نار وخايف تحرق كل اللي حواليك، انت في نار يا برج الحوت في ارض بيتك او في حياتك وفي تفكيرك، اهدى وهدي اعصابك وابعد العلاقه الثالثه من حياتك، ابعد العلاقه الثالثه في حياتك، انت محتاج للسفر وعايز تسافر، للاحسن ان انت تسافر وتنهي كل العلاقات اللي في حياتك علشان ما تندمش. تحياتي ليك يا برج الحوت، اتمنى لك الفرح والهنا والسعاده وراحه البال لقلبك.